كابتن سيد عبد الحفيظ طبعا مدير الكره بالنادي الاهلي. كابتن سيد، كابتن سيد مرحب بك يا كابتن سيد. مش عارف مرحب بك كابتن سيد. طبعا فوز كبير ومهم النهارده، مباراه كانت صعبه، فريق قوي فريق المقصة، عندنا يعني هزيمه منه او الهزيمه الوحيده لينا حتى الان الحمد لله في بطوله الدوري كانت من فريق مصر المقصة، فبالتالي كان النهارده مباراه رد اعتبار بالنسبه للنادي الاهلي. رؤيتك مباراه النهارده شفتها ازاي؟ معلش يعني هي الكوره طبعا فيها احداث رد الاعتبار او الانتقام او الكلام ده، يعني اعتقد في الكوره ما بيبقاش مظبوط قوي، في احداث مباراه، احداث مباراه مجرياتها ظروفها. النهارده رغم التاخر بهدف، يمكن الشوط الاول تاخرنا بهدف عن طريق بنالتي وكده، لكن في النهايه برضو تحديدا مجموعه من الفرص عن طريق ميدو اجاي ووليد ازارو كانت برضو كفيله ان انت تخرج في الشوط الاول بنتيجه افضل من اللي انت خرجت بيها. لكن الشوط الثاني يعني انت متسيده من اوله لاخره، يعني متسيده من الثانيه الاولى لحد اللحظه الاخيره من حيث الاستحواذ او الانتشار او الفرص اللي اتيحت ليك او التهديف او الشخصيه اللي فرضتها. يعني اهم ما يميز فوز النهارده من وجهه نظر الشخصيه هي شخصيه الاهلي اللي قدرت ترجع رغم الصعوبات او رغم تاخرها بهدف او مجريات اللقاء بشكل كبير جدا. لا في تنشانه ولا في توتر ولا في عصبيه، لا في ثقه في النفس، في حماس، في قلب عايز تكسب، لكن فارض اسلوبك وفارض شخصيتك على الجميع. يعني المباراه النهارده يمكن كانت صعبه، بس بالتحديد عايز اتكلم عن كابتن محمود عاشور، ليك تعليق عن التحكيم النهارده وبالتحديد كسبنا الحمد لله وكله تمام، لكن بالتحديد في الشوط الاول كان ليك تعليق على التحكيم النهارده؟ لا انا يعني ضربه الجزاء بالتحديد يا كابتن ما شفتهاش لحد دلوقتي، وما اعترضناش على فكره، يعني ما يعني لا هللنا ولا صرخنا ولا حاجه خالص، ما شفتهاش لحد دلوقتي من في التلفزيون. لو ضربه جزاء صحيحه خلاص ما فيش مشكله، يعني احنا لينا ضربه جزاء، علينا ضربه جزاء، المهم مدى صحتها، يعني تبقى واحده تبقى اثنين تبقى 10، عليك او ليك، يعني ما فيش مشكله خالص يعني. لكن ما اعتقدش ان في حاجه النهارده، هشوف بس ضربه الجزاء يعني هي صحيحه ولا لا، ولو صحيحه خلاص انتهت، يعني خلينا نفكر في اللي جاي، دايما بنفكر في بكره، عندنا مباراه مع الرجاء، فرقه بشخصيه جديده مع كابتن رمضان السيد، وقدرت انها تفوز على واحده من الفرق الممتازه جدا في الجدول السنه دي او في المستوى الفني السنه دي اللي هي فرقه المقاولين العرب، يعني فبالتالي مقدمه في اخر لقاءاتها عروض كويسه، متعلم على الاتحاد في اسكندريه، كسبان المقاولين، جايه لنا بالتاكيد برضو بدوافع، لكن احنا كمان مقدرينها جدا ومحترمينها جدا، عندنا الرجاء يوم الخميس وبعدين الاسماعيلي، فلازم نشتغل كتير جدا، الواجب بتاعنا احنا اللي هنعمله والواجب بتاعنا احنا اللي هنشتغله عشان باذن الله بطوله الدوري. انت بتتكلم يعني لسه صحيح فتره طويله جدا جدا، لكن انت بتتكلم في شهرين او شهرين ونص، يعني اصابه فتحي قويه، اتمنى يا رب ما يكونش فيها حاجه، وان شاء الله الرحمن ما تبقاش فيها حاجه جامده، يعني هو حس بالاماميه وكابتن حسام البدري فضل ان هو يطلعه على طول. يعني مجمل الفتره الاخيره كابتن سيد اداء جيد جدا، فوز متتالي ما شاء الله، الزمالك وقبل الزمالك مصري مباراه الصعبه اكيد، طلع الجيش النهارده المقصه، رؤيتك للفتره دي مجملا بالنسبه للنادي الاهلي؟ الدوري مراحل، لازم تفكر بشكل ايجابي جدا على طول، بتفوز او لا قدر الله بتحصل نتائج عكسيه، يعني سياسه النفس الطويل لكن مع التفكير الجيد كمان، التحضير للقاءات والتحضير للمرحله، وخصوصا الموسم اللي انت فيه ده، انت كل 3 ايام بتلعب مباراه، يعني محتاجه دوافع بشكل كبير قوي، تتكلم على اللعيبه بشكل يعني مميز وفي نفس الوقت متغير، لا عكس الاول او عكس السنين اللي فاتت، انت كنت كل مثلا اسبوع او 6 ايام او 8 ايام تلعب مباراه، فعندك مساحه من الوقت ان انت تتكلم بشكل كبير جدا، مساحه من الراحه ان انت تريح اللعيبه، لكن النهارده او الموسم ده الامر صعب جدا جدا، يعني تلاحق اللقاءات او توالي اللقاءات محتاج ان انت تتكلم بشكل كبير قوي مع الفرقه، لكن شكل كمان يكون في حكمه او في ذكاء بحيث ان انت تبقى في دوافع جديده تتكلم مع اللعيبه على طول، لان الموضوع بيتكرر كل 3 ايام، فكل 3 ايام الشخصيه هي اللي بتفرق صحيح، والشخصيه هي اللي بتميز اللعيبه صحيح، لكن كمان خلق دوافع جديده اعتقد من اهم مميزات المرحله. يعني ناقص 10 ايام، 9 او 10 ايام على اغلاق سوق الانتقالات الشتويه بالنسبه للنادي الاهلي، هل لسه في فرصه النادي الاهلي يتعاقد وتدعيم الفريق في بعض المراكز يا كابتن سيد؟ بنحاول لو اتاحت لنا الفرصه وسلام عليكم وربنا كرمنا خلاص ما فيش مشكله، يعني لو ما فيش تدعيم هنكمل بالمجموعه اللي معانا، لكن بنحاول يعني. توفيق يا كابتن. شكرا.